ليه واللي جاي ده ايه؟ نشوف. طبعا بقول للجمهور النهارده يعني صراحه انتوا النهارده عملتوا اللي عليكم وجيتوا وشجعتونا، وانا بقول للعيبه برضه ان هم عملوا اللي عليهم النهارده في ماتش النهارده بالذات، وعملنا اللي علينا، والنهارده احنا ضيعنا كتير في الـ في الـ في الماتش، بس ما كانش معانا التوفيق. وانا بقول للعيبه خلاص يعني بطوله كبيره، واحنا كنا عايزين نفرح جمهورنا ويروح النهارده فرحان، بس النهارده عملنا اللي علينا، بس ربنا يعني مش عايز توفيق النهارده مش معانا، ضيعنا كتير الشوط الاولاني وضيعنا كتير الشوط الثاني، الكره مش عايزه تخش، وفي الاخر نقول الحمد لله ودرس نتعلم منه، واللي جاي ان شاء الله عندنا دوري وعندنا افريقيا، لسه عندنا بطولات جايه. وبقول للعيبه انتوا عملتوا عليكم النهارده، بس خلاص اقفل الصفحه وفكر في اللي جاي، درس النهارده نتعلم، وكل واحد اكيد طبعا عارف النهارده ان درس اتعلمنا منه، والفتره الجايه نركز اكتر ان شاء الله. اللي عايز يتكلم يتكلم، اللي عايز ينتقد ينتقد، احنا بنحترم كل الناس، ودي الكوره في الاول وفي الاخر، احنا لازم نقبل الحلو ونقبل الوحش. احنا النهارده خرجنا من بطوله كبيره، لازم نقبل النقد ولازم نقبل الجمهور يكون زعلان، احنا عارفين قيمه الجمهور بتاعنا كويس جدا، وعارفين اللي احنا عودناه الفتره اللي فاتت دي كلها اللي احنا بناخد كل البطولات. احنا خلاص النهارده يعني نزعل ونقفل الصفحه، ولازم تفكر في اللي جاي. طبعا الكابتن شناوي قال انا وده اللي انا عايزه، احنا بنحترم كل الناس، يعني يتحدث عن ان الناس بقى لما هتنتقدنا هنحترم هذا وهنتفاهم، وده اللي لسه كنت بقوله. يعني دي بطوله كبيره وخرجنا من بطوله كبيره، لازم نقبل النقد، احسن كلام بتقال، لان ده معناه انك ما تعيش بقى فيلم انا نسيولي وانا عمل، لا هي كده، اللي بيمدحك ويشيد بيك وقت الاجاده، لما ينتقدك وقت الـ 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 التعثر لازم تقبل ده. طيب قال لك النهارده نزعل ونقلب الصفحه ونفكر في اللي جاي. ارجو يا كابتن تعملوا كده. اعتقد الشناوي ككابتن بقى للفريق دوره بيبقى كبير في الظروف دي، كبار الفرق ما بقاش عدد كبير قوي، كبار من القدام الكبار يعني. وطبيعه العصر ادوار اللعيبه الكبيره، يعني كان زمان اللعيبه مشغوله وتشلل وتروح تقعد مع بعضها وتخرج مع بعضها وتندمج حتى اسريا مع بعضها، انا مش شايف ده دلوقتي. بمقتضيات سرعه العصر والمصالح والتحديات وكل لعيب خايف من بكره مهما يعني حصل ومهما خد دايما في، فلذلك لما بيبقى فيه كابتن بقيمة واحد زي الشناوي بيبقى دوره مهم جدا جدا جدا. وأنا أرجو إن احنا لعبتنا الكبار تبطل في ناديها. يعني حتى لو وجهة نظر أي لعيب فيهم إنه يقدر يكمل سنة هتتعوض بحاجات كتير جدا بنقص السنة دي. خليه جوه ناديك. لما تكون عندك سمات قيادية هتفرض نفسك جوه ناديك. ده